بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. هنتكلم على يوسف بلايلي لاعب بريست الفرنسي الحالي. يوسف بلايلي لما راح بريست الفرنسي انا طلعت وقلت هنا ان الموضوع كان لعبه وكلاء علشان خاطر يوسف بلايلي يلعب في اي فريق علشان يتم انضمام المنتخب الجزائري في مباراه الكاميرون، بس بصراحه لقيت تصرفات نادي بريست بتقول ان الموضوع مش كده خالص، وان يوسف بلايلي رايح بريست علشان خاطر يكون بديل شرعي لرومان فافر. رومان فافر كان واحد من اهم نجوم بريست. رومان فافر بالمناسبه برضو جمال بالماضي حط واحد من اهم الاهداف بتاعته، لعيب بيحط امال عريضه عليها ان هو يكون بديل لسفيان فغوري. رومان فافر ده كان واحد من نجوم الفرقه، كان شايل الفرقه حرفيا السنه اللي فاتت. فمعنى انك تجيب يوسف بلايلي مكان رومان فافر فمعناها انك شايف ان يوسف بلايلي يقدر ان هو يمثل لك قيمه وقامه كبيره جدا في الملعب. الحاجه اللي بستغرب منها بصراحه هي بريست ليه بيسرب اهداف ليوسف بلايلي في التمرين؟ يعني ليه انت بتسرب اهداف ليوسف بلايلي في التمرين؟ بس الاجابه بتاعتها بسيطه، وهو انه عايز يلم قاعده جماهيريه كبيره من ورا يوسف بلايلي علشان خاطر طرح التذاكر، طرح التيشيرتات، يلم فلوس كتير من ورا يوسف بلايلي، لانه شاف ان يوسف بلايلي عنده شعبيه جارفه في فرنسا من قبل الجاليه الجزائريه. فبصراحه عجبتني جدا اللعبه بتاعت بريست دي، وعجبتني جدا فكره التسويق اللي انت بتعملها ليوسف بلايلي. ويوسف بلايلي على فكره مش لعيب قليل لما تقعد تتكلم عليه ان هو سجل هدف في التمرين، لا سجل هدفين في التمرين، لا يوسف بلايلي لعيب كبير. ويوسف بلايلي لعيب لو ركز في الملعب بس هيكون فعلا واحد من اهم نجوم بريست. يوسف بلايلي اللي حرفيا طريقه اللعب اتغيرت علشانه. يوسف بلايلي الفرقه كانت بتلعب 3 4 3، الفرقه غيرت طريقه اللعب 4 2 3 1 علشان يوسف بلايلي يلعب مركز 10. فلما تتكلم على يوسف بلايلي والناس بتفكر بالنسبه له بطريقه عامله ازاي، فارجوك ان ما تطلعش تتكلم على هدف في التمرين او تطلع تتكلم على حاجات في التمرين. انا طلعت اتكلمت على اسيست في اول مباراه، في تاني مباراه رسميه ليوسف بلايلي اتكلمت على الاسيست، واتكلمت على ان هم غيروا طريقه اللعب علشانه، واتكلمت على كل ده، بس بصراحه ما كنتش حاطط في اعتباري ان الافكار اللي بتفكر ليوسف بلايلي في بريست كبيره قوي للدرجه دي. اتمنى ان يوسف بلايلي يطلع قد الافكار دي، اتمنى ان بلايلي يستمر في المستوى الجيد اللي بيقدمه، اتمنى ان الاعلام الفرنسي يسيب يوسف بلايلي بيتكلم فرنساوي ما بيتكلمش فرنساوي في حاله، لان الاعلام الفرنسي اساسا اعلام تافه. فنتمنى ان هم يسيبوا لبلايلي في حاله، ونتمنى ان بلايلي يقدم مستوى عظيم مع بريست، ونتمنى ان بريست الفرصه الاخيره ليوسف بلايلي للتالق في الدوري الفرنسي، لان بلايلي عنده 29 سنه. فبلايلي لو تالق في الدوري الفرنسي وتالق مع بريست هيحفظ لنفسه شعبيه كبيره جدا في نادي زي بريست، وهينقذ نادي زي بريست من حافه الافلاس بان هو هيبيع تيشيرتات كويسه وهيبيع كمان تذاكر كويسه لحضور مباريات بريست. يوسف بلايلي هو الفرصه الاخيره لبريست للتالق وجني الاموال والارباح، وبريست هي الفرصه الاخيره ليوسف بلايلي للتالق في دوري اوروبي. نتمنى ان الاثنين يلاقوا مشروعهم ناجح مع بعض، نتمنى ان شاء الله ان كل ده يعود على يوسف بلايلي في الاستفاده الفنيه، نتمنى ان بلايلي يحس ان هو ما خدش حقه في الشهره الزياده في عالم كره القدم، لان بلايلي كان يستاهل كتير قوي من ان هو يلعب في دوريات خليجيه ودوريات افريقيه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو رايك واحترم، بس برضه احترم رايي.